من قتلني؟ هذا السؤال الكبير وهو أهم مطلب للمتظاهرين، لماذا تعجز الحكومة عن الإجابة عليه كي تعود كل هذه التظاهرات من كل المحافظات تتجمع في بغداد لترفع نفس المطالب التي رفعت في تشرين وفي مقدمتها سؤال من قتلني؟ شكرا على استضافة حياتي لك لدكتور يحيى ولمشاهدي قناتكم الكرام. من وجهة نظري أن قضية الإفلات من العقاب هي جزء من ما يمكن أن نسميها الضغوط السياسية التي مورست سابقا وامتدت إلى حد هذه اللحظة بالتحديد. يعني قد يكون موضوع استمرار قتل الناشطين من قبل جهات وفصائل مسلحة هو الذي حفز هذا الحراك مرة أخرى. الحكومة وضعت لجنة من قضاة لتقصي حقائق عملية قتل المتظاهرين في الذين سقطوا خلال ثورة تشرين أكتوبر الماضي، 600 ما يقارب 600، ولذلك عملية التحقيقات، اتساع الجغرافية، عدد المتورطين، الآمرين بذلك يعني على مستوى المراتب، هذه تتطلب جهد كبير. لكن حتى يعني عملية الاغتيال الأخيرة للناشط إيهاب الوزني في كربلاء كان هناك اعتقال لأحد المنفذين لجريمة الاغتيال، ومن ثم هناك عمل. لكن أتصور بأن التفاف الطبقة السياسية بالتحديد على مطالب المتظاهرين وأيضا عدم وجود معايير شفافة وأيضا معايير دولية يمكن من خلالها الذهاب نحو انتخابات نزيهة هو من دفع إلى إطلاق شعار من قتلني أولا. والأمر الآخر هذا يرتبط بالإحباط المتكرر بالنسبة لهذا الحراك نتيجة عدم وجود المعايير التي يمكن من خلالها تأمين مرحلة انتقالية يمكن أن تعمل على إصلاح النظام السياسي.